السؤال الذي يطرحه كما قلنا المصريين اليوم، هل بالفعل تحول جزء من الشرطة المصرية اليوم إلى بلطجية بيد الأخوان المسلمين؟ النهاردة الواحد بيسرى سيارة اليوم أعمل له محضر وأدي له النيابة، خلاص؟ النيابة ترى ما تراه تقول لك لا في إف الثغرات القانونية يخلى سبيله، يطلع لي يطلع لي لسانه تاني يوم، لا. كأنك تقول أن النائب العام هو متواطئ مع التيارات الإسلامية. لا أنا ما قلتش متواطئ، أنا قلت النائب العام تحت إرهاب وتحت ضغط مش قادر ياخد قرار. إرهاب؟ النائب العام تحت إرهاب؟ آه طبعًا تحت إرهاب. يعني أنا أظبط النهاردة أحد أعضاء حازمون بسلاح ويروح لنيابة مدينة نصر عشان يتعرض وأعرضه بفيديو بأدلة ويحاصروا رئيس النيابة في مدينة نصر، طب ده هياخد قرار إزاي؟ ترهب لي مرة أعضاء النيابة وترهب لي مرة أعضاء الشرطة وترهب لي مرة مدينة الإنتاج الإعلاميين الموجودين فيها، لا ده شيء مرفوض، دي ما تبقاش اسمها مظاهرات سلمية، دي اسمها مظاهرات إرهابية. حضرتك من قال إنه ادوني أوامر وأنا هجيب أبو إسماعيل في ساعتين؟ اه مظبوط، ما الشيخ ابو اسماعيل موجود في بيته في الدقي، اخد ضبط واحضار قانوني من النائب العام، وانا بقول تاني اهو للسيد النائب العام لو صدرت امر بضبط واحضار الشيخ ابو اسماعيل عندنا ضباط على درجه عاليه من الكفاءه في العمليات الخاصه، هتجيبه لو انصره من هنا لاسكندريه. هنصدق مين؟ هنصدق الكلام اللي حضرتك بتقوله ولا هنصدق ابو اسماعيل اللي راح لكم قسم الدقي وحصركم بقسم الدقي وقال حرب بيكم للاسف وما حدش رد منكم عليه؟ هقول لسيادتك على حاجه، للاسف الشيخ ابو اسماعيل يدعي بس ما يروحش، هات لي مظاهرة واحدة الشيخ نزل راح فيها. خد بال حضرتك من حاجة عشان تبقى فاهمها في المظاهرات اللي بتحصل في الشارع. النهارده لما بتيجي قوى سياسية تدعو المظاهرات بيبقى قدامها منشأة الدولة. فهي مسألة مزاج، لو أنت مش عايز منشأة الدولة دي تتهاجم ولا تتحرق بتعمل كتل بشرية، مش عايز تدعي الفعاليات وتاخد بعضك وتمشي. لن نسمح بمحاصرة مؤسسات الشرطة مرة أخرى. لن نسمح بمحاصرة اسم شرطة، اللي هيحاصر اسم شرطة ولا يحاول يقتحمه هنرضعه. هل تؤكد أو تنفي أن الشيخ حازم أبو إسماعيل وبعض الإسلاميين لهم ارتباطات في القاعدة بمصر؟ لما الدكتور عمرو الليسي جاب الشيخ أبو إسماعيل وجاب له الرسالة بتاعت الشيخ الظواهري وهو بيقول له احشد الحشود حاصر، فقال له إيه رأيك في الكلام ده يا شيخ حازم أبو إسماعيل؟ قال له والله أنا حاسس إن أنا بكلم سعد زغلول، ده سعد زغلول اللي بيتكلم، سعد زغلول؟ نحن شاهدنا الشرطة تحمي قصر الاتحادية، تحمي مكتب الإرشاد، تحمي الأمور التي عليها علاقة مباشرة بالنظام وليس بالشعب، والشعب المصري شاف ده كله، شاف ناس في إيديها سلاح بتضرب، ده بيضرب من ناحية دي وده بيضرب من ناحية دي، قول لي أنا بقى أنا واقف في النص بينهم سندوتش أعمل إيه أنا إن شاء الله؟ جهاز الأمن الوطني مش عارف يجيب معلومات، مش عارف يشتغل، ما أنت النهاردة لما أتصل بيك أقول لك تعالى ساعدني في معلومات تقول لي بتطلبني ليه؟ طب فلان ده ممكن يقول لك أنت بتعملني مصدر؟ وانا مرشد مش هجيلك ولو اتصلت بيا تاني انت حر. الاخوه اللي دعوا لمحاصر جهاز الامن الوطني بيقول لك ده ما زالوا الضباط بيشتغلوا فيه، ما زالوا ايه ده انتوا اللي مقدمين الكشوف، مهندس خيرت هو اللي مقدم الكشوف وانا اشتغلت فيها وكنت شايفهم. انت مع عوده قانون الطوارئ بشقه الجنائي، بشقه الجنائي عشان انت تعرف تعيش في المجتمع وتعرف تروح بيتك وتنزل شغلك وتعرف تنام. من يتحمل مسؤوليه عدم تسليح الشرطه؟ المسؤوليه الاولى والاخيره هي لرئيس الجمهوريه، واحنا قلناها اكتر من مره كضباط شرطه، يا سياده الرئيس بموقف سياسي واحد تقدر تهدي الشارع وتبعد الشرطه عن هذه الاشتباكات والصراعات اللي بتدور في الشوارع. أهلا بكم من جديد في أجراء الكلام، أرحب مجددا بضيوفي حضرة الرائد فهمي بهجت المتحدث الرسمي باسم النادي العام لضباط الشرطة، والدكتور هشام كمال المتحدث الإعلامي باسم الجبهة السلفية في مصر والمنسق العام لائتلاف دعم المسلمين الجدد. كنت بتقولي بالفاصل أنا لدي ردود عليك أكثر من ردودي على حضرة الضابط. لا هي مش ردود أكثر أو أقل، هي ردود في الباب الأول، إن أنا بداية الحلقة التقسيمة الحادة ما بين أن جهاز الشرطة إما أنه موالي للإخوان المسلمين أو بلطجية في الإخوان المسلمين أو هو معادي تماما، لا يقول. ليست هذه التقسيمة الحادة. من يقول؟ أنا يعني دائما أنسب كلامي إلى من يقول. أنا أفهم ده كويس، ولكن هذه التقسيمة حادة جدا فينبغي ألا تقل مثل هذا. هناك ملاحظات على أداء جهاز الشرطة سواء بالأفرع المختلفة، وهناك ملاحظات على أداء
قطاعات او اجهزه بعينها، يعني مثلا القطاع او القسم الجنائي وقطاع امن الدوله عليهم ملاحظات كثيره جدا جدا، اقل ما فيها ان الانفلات الامني الموجود هو انفلات امني انا اعتقد من زمن المجلس العسكري انه يدار ويدار بكفاءه عاليه جدا، منقطعه النظير لا تدار بمثلها في بلاد اخرى، نظرا لان البلطجيه في اعداد كبيره جدا. كنا قبل الثوره وليس بعد الثوره نسمع ونرى باعيننا في الجامعات وفي غير الجامعات وفي المواسم الانتخابيه اعداد كبيره البلطجية بتدار بشكل معين وتنزل في أوقات معينة وتقوم بدورها المناط بها. نفس هذه المجموعات هي التي كانت تنزل بعد الثورة ونفس الأجهزة التي كانت تديرها هي التي تدير. طيب النقطة اللي بعد كده، الحكم ليس إسلامياً خالصاً، الحكم ما زلنا في مرحلة انتقالية لم يتشكل بعد نظام كامل، وبالتالي لا نستطيع أن نحمل يعني عم بتبشروا المواطن المصري اننا ذاهبون باتجاه حكم اسلامي 100%. لا، انا بقول لم يتشكل نظام بعد بشكل خالص. هذا النظام انا اعتقد انه بعد الفتره الانتقاليه اللي فاتت وبعد بعض الانقسامات اللي حصلت في المجتمع انه لن يكون هناك ولا نظام علماني ولا نظام اسلامي. اعتقد انه سيكون هناك العديد من الاطياف الموجوده في المجتمع ستشارك، اما عن طريق تشكيل وزارات او عن طريق الرئاسه. ولكن لم نقل نظام اسلامي، انا ما قلت هو في زمن الإخوان المسلمين وفي زمن التيارات الإسلامية. ما هو يفهم من ذلك عند عموم ليس الناس، ليس ذنبي ما يفهم، أنا أتحمل مسؤوليات ما أقول. النقطة اللي بعد كده أن دائما ما يقال أن الوقوف أمام المحكمة الدستورية أو أمام جزء مثلا من النيابة العامة زي ما حصل في مدينة نصر أو غيره في حادثة أخونا أحمد عرفة أنها محاصرة وأنها محاصرة لمؤسسات الدولة، ولا نسمع مثل ذلك حينما تتجه بعض الاتجاهات التيارات التي تطلق عليها أنها مدنية أمام مجلس الدولة في حل اللجنة التأسيسية رقم واحد، وأيضا في بعض الفعاليات التي كانت تطلق. ولكن ما نقول دائما، نحن لم ننكر هذا، ولكن قلنا هنا الشرطة فرقت المتظاهرين، ولكن هنا الشرطة لم تتدخل. لا، أنا بقى ليا ملاحظات وأنا بتفق مع السيادة الرائد في هذه النقطة، اللي هي لو نرجع لتصريحات وزير الداخلية أحمد جمال الدين، التصريحات موجودة بالصوت وكانت بعض القنوات اتصلت به، فقال أنه دخل 4 قضاة من قضاة المحكمة الدستورية العليا واتصل بالباقين ورفضوا المجيء، ليس خوفا، دي بقى اللي أنا بختلف فيها مع السيادة الرائد، ليس خوفا من الوجود نظرا لأن هذه الجموع الموجودة أمام المحكمة الدستورية فيها إرهاب وغير ذلك. لا، بالعكس، هم أنا في اعتقادي أنهم حاولوا أن يثبتوا موقفا معينا وأن يقولوا أن هذا إرهاب. تقدر تسيطر عليهم يا دكتور؟ بص حضرتك، أنا أقول لحضرتك، تقدر تسيطر على الناس اللي واقفة قدام المحكمة؟ دكتور أنت كنت معاهم؟ أنا ما كنتش معاهم، لأن كانوا اللي موجودين هناك إخواننا من الإخوان المسلمين، ولكن النقطة الأساسية اللي كانت موجودة، ومن يشاهد الفيديوهات ومن كان موجودا يجد أن الباب الرئيسي للمحكمة الدستورية العليا لم يكن أحد يعترضه، كان وقوف أمام المحكمة لم يكن وصفه. بس القاضي وهو جاي في خط السير، بس حضرتك وهو جاي على الكورنيش كده، القاضي راح في طريقه للمحكمة، دخل 4، هل حضرتك هتقدر تسيطر على المجموعات اللي واقفة دي انها ما تتعداش على القاضي تضربه؟ كيف دخل القاضي هنا في حالة إرهاب يا دكتور؟ هياخد بعضه ويروح. كيف دخل 4 قضاة من قضاة المحكمة الدستورية العليا المحكمة ولم يتكلم معهم أحد؟ في أثناء أزمة كمان الشيخ حازم أدل لحضرتك في الجنسية أيام من انتخابات الرئاسية، دخلت جموع غفيرة جدا داخل قاعة مجلس الدولة، هذه الجموع الغفيرة لم تمنع القاضي اسمه بشار عبد السلام أن يقول حكمه في ذلك اليوم، ولم تمنعه من الدخول، ولا هو هي تعرض لضغط المستشارين، تعرض لضغط. أنا هقول لحضرتك، تعرض لخوف. حتى أنا عارف أن ولكن الحكم كان لصالح الشيخ أبو إسماعيل. الحكم أصلا حكم تحت ضغط. لا لا، كان يومها لصالحه، ولكن لو كان استطاع أن يلفظ الحكم. نعم، كان يستطيع أن يلفظ الحكم لأكثر من سبب. السبب الأول أن الوقفة كانت سلمية بحتة، السبب الثاني أنه لم يثبت حتى الآن من بداية الثورة حتى هذه اللحظة أن هناك إسلاميين في أي وقفة احتجاجية أو مظاهرة، مع أن عددهم تعدت الملايين في 29/7/2011 اللي أطلقوا عليها قندهار حتى يعني يسلبوها وطنيتها أو غير ذلك، أنهم اعتدوا على أي أحد على لا تضربوا علينا يا دكتور في الأمن الوطني. الأمن الوطني، بص حضرتك قلت احنا مشينا، أنا لسه هجي لك في مسألة الأمن الوطني ديت، لأن للأسف بيحدث فيها تشويه كثير جدا من قبل، وضربوا على الجيش في العباسية من قبل. لا، ده احنا اللي اتقتل من التيارات الإسلامية عدد يعني كبير يعني جدا، يعني حصل اشتباكات مع القوات المسلحة ولا لا؟ اتقتل من الشباب. شوف يا دكتور، انتوا بتدعموا الفعاليات وما بتقدروش تسيطروا عليها، بالعكس دي كارثة.
بالعكس الفعاليات الإسلامية. أنا قاضي قاعد خايف من الناس اللي في المحكمة لأنه حضرتك مش مسيطر عليه. اطلع منهم اتنين تلاتة اخبطني بحاجة. ما لازم هنا الحكم. رائد فهمي قال كلمة من شوية، قال إن أنت لو مش عايز حد يعتدي هيوقف ويمسكوا إيدهم في إيدين بعض. بالظبط. القناة عرضت صورة الشباب الإسلاميين أمام الأمن الوطني وهم واقفين حاطين إيدهم في إيدين بعض. لا ده من ناحية الطريق عشان تيسر ليس الطريق. ليس من ناحية الطريق، لا بالعكس. عشان المرور يمشي. حضرتك لو تلاحظ من ناحية الجهاز بقى سبتوني مفتوح. لا لا سور الجهاز كان وراهم، سور الجهاز كان وراهم. الشماريخ تضرب علينا بتضرب على المكاتب. تاني حاجة انا قاعد جوه في المكاتب وتضرب الشمروخ كده روح ضرب في الازاز انا كنت جوه. موجود في هذه الوقفة وشفت هل الناس الإسلام يا دكتور؟ على فكرة انا كده مش عارف اتكلم. طيب هل مين اللي هيتكلم؟ لو حضرتك تتكلم انا اسكت. هو هيتكلم. طيب يبقى انا اللي هتكلم. سألك سؤال مهم دلوقتي. السؤال المهم، هل حضرتك بتقبل او الاسلام بيقبل ان انت تضرب عليا شمروخ وانا قاعد جوه مكتب في تجاوزات انت شايفها؟ الجأ للرئيس، الجأ للقانون، الجأ للنائب العام، الجأ للإعلام، الجأ للوقفات السلمية. إنما هل يتضرب عليا النهاردة خرطوش ويتضرب عليا مولوتوف ويتضرب عليا شماريخ؟ هل أنت قابل ده؟ أتكلم؟ إذا كنت قابله الناس بكرة الصبح هتروح عند قصر الاتحادية. لا أنا كشرطة رفضه أنه يحصل عند قصر الاتحادية وعند أي مؤسسة من مؤسسات جميل الدولة. جميل. أنا بقى أقول على حاجة، مش عايزين نجتزئ الصورة ونقول على جزء مثلا معين جزء منه صح وجزء منه خطأ ونركز على هذه الصورة وما نجيبش القصة من أولها. القصة من أولها أن هناك اعتداء وأن هذا الجهاز أو القطاع أيا كان مسماه ثبت تاريخا وواقعا أنه لم يتغير من أول ما كان اسمه الاسم المخصوص من البحث العامة وبحث أمن الدولة والقطاع أمن كل ده. يعني أنت يعني حضرتك بتؤكد أن أمن الدولة والأمن الوطني هما اسمان لجهاز واحد؟ تاريخا نعم. تغير اسم هذا الجهاز على مدار التاريخ ولم يتغير اي شيء نعم. من مرساه يعني وبالتالي حتى لو الادارات تغيرت ولكن السياسه العامه للجهاز وقمع المواطنين موجوده والتركيز على التيارات الاسلاميه موجوده. ثم الصور للشماريخ ثم كان هناك ايضا شيء في منتهى الاهميه. مين مسؤول عن ده دكتور؟ انا اكمل بس كلامي. انا حضرتك بسالك مين مسؤول عن ده؟ انا هكمل لك كلامي. مين مسؤول عن ده؟ قبل ما تروح الصوره لا انا هكمل على عمر ما الاسلاميين عملوا فعاليات حصل فيها عنف. انا اقول لحضرتك بعد كده ظهرت هناك مذكره. هذه المذكره نشرت في العديد من الصحف ووثقها البشمهندس احمد مولانا في كتاب العقليه الامنيه بان هذه الوثيقه كانت في اثناء الايام الاولى من الثوره وهي وثيقه خارجه من جهاز امن الدوله توصي صانع القرار الموجود في ذلك الوقت ان يغير اسم الجهاز الى الامن الداخلي او قطاع او جهاز تجميع المعلومات او البيانات او قطاع الامن الوطني او جهاز الامن الوطني. وبالفعل تحقق الامر بعد ذلك وتغير الجهاز. هل بالفعل في خلال اسبوعين او ثلاثه او شهر بلا اي اليه مذكوره بلا اي شيء يطلع فجاه كان جهاز اسمه بحث امن الدوله ويقولوا لنا اسمه قطاع الامن الوطني وكده وخلاص؟ بل بالعكس. ما عم بيقول حضره رائد انه المهندس خيرت الشاطر قدم لائحه باسماء الضباط اللي يعني اولا هذا الكلام لو صح هذا الكلام كان متاخرا جدا قبل كده بفتره بمجرد ال 18 يوم الاولانيه من الثوره وبعدها بشهر خرج الصور بشكل كبير جدا وقبل الحدث اللي بيحكي عليه سياده الرائد لو صحيح حصل. لا لو مش صحيح المهندس خيرت موجود. ماشي يا فندم بقول لحضرتك منصور بالعيسى وموجود. ماشي يا فندم ما انا بقول لحضرتك لو صحيح موجودين وانا طالب نيابه امن الدوله تفتح تحقيق فيها بين جمله بين اعتراضين. حصل ان الثوار خرجوا واقتحموا هذه المقرات وذلك بسبب ان هذا الامر كان شعبيا بامتياز ولم يكن برغبه اخوان ولا سلفيين ولا غيره. ملهاش علاقه اللائحه. حامد عبد الله نفسه اول رئيس لقطاع الامن الوطني اعترف اعترافا ضمنيا وصريحا بان الجهاز لم يتغير. هو حامد ليه ما اشتغلش في الجهاز اصلا ولا ليوم واحد؟ اشتغل يا فندم. ازاي اعترف؟ اشتغل. لا ما اشتغلش. حصل معاه حوار كامل. اقول تاريخ اقول لحضرتك تاريخه. طب حاضر. طول عمره في مديريه امن القاهره حامد بعد لغايه مدير امن حلوان. طيب هو ومنها كان الى رئيس قطاع الامن الوطني. كان اول اشتغل فين؟ كان اول شغالين في الوزاره عشان كان اول رئيس قطاع الامن الوطني قبل مجدي عبد الغفار. لكن ما اشتغلش قبلها يوم واحد ساعه واحده عشان يعترف ان كان الجهاز فيه ولا ما فيهوش. لا انا بتكلم حضرتك لما اشتغل على جهاز الامن الوطني مش امن الدوله. انا عاوز اركز انه الوقت عم بيدهمنا. طيب الصوره بقى انا مش ناسيها مش ناسيها ابدا ومش هتهرب من السؤال. لا هذه الصوره بقول لحضرتك بشكل قاطع وواضح انا كنت جنب المنصه الرئيسيه المتحركه في هذا اليوم. قلنا لجميع الشباب الموجودين لا احد يتصرف مثل هذه التصرفات، لا احد يتهجم على اي شيء. لا وحينما
حينما وجدنا أن الأمر ربما يتطور طلع دكتور البخاري وقال للناس كلها لابد أن ينسحبوا جميعا. وانتهت الوقفة الساعة 11:32 دقيقة تماما. ثم للأسف وزارة الداخلية التي لم تتغير حتى الآن ولم يتغير يعني سمت كثير منها الداخلية. خرجت بعض المدرعات لكي تضرب بعض بواقي المتظاهرين اللي كانوا موجودين وحتى يعني يظهروا الشكل ان هو اعتداء وان هو اقتحام، ولم يحدث مثل هذا الامور البتة ولم تحدث. لا هم ما ضربهمش يا دكتور، هي المدرعتين طلعوا بس كله جري، ما كانش واقف ال 10 15 واحد اصلا. دعونا نتوقف مع فاصل، بعد الفاصل نتابع. اهلا بكم من جديد في اجراء الكلام، ارحب مجددا بضيوفي حضره الرائد فهمي بهجت المتحدث الرسمي باسم النادي العام لضباط الشرطه، والدكتور هشام كمال المتحدث الاعلامي باسم الجبهه السلفيه في مصر. بما انه عم نتكلم عن جهاز الامن الوطني، لما سالت انه هذا الجهاز يتصل بعدد من المجاهدين والسلفيين وبعض القياديين في التيارات الاسلاميه، وأنه وكأنه الأمور عادت بالزمن إلى الوراء أيام زمن مبارك وما قبل، فنفى نفيا قاطعا حضرة الرائد أن تكون هذه الأمور قد حصلت، وقال أنه لو حصلت ذلك لماذا لم يتقدموا بي. والله هو حضرتك سيادة الرائد رد على كلامه أصلا في السياق الكلام قبل ما أدخل أنا في المداخلة الأولى، وأيضا هناك شهود عيان. أتكلم الأول على شهود العيان، الدكتور حسين أبو البخاري ذكر اسم المقدم الذي اتصل به، اسم المقدم محمد عبد الله، وقال أنه نفس المقدم الذي كان يتصل به من نفس الرقم الذي كان يتصل به من أمن الدولة السابق، وعرض الرقم أنا مش أذكره دلوقتي. والشيخ مصطفى البدري اللي هو مسؤول الدعوة السلفية في العبور، نعم اتصل، كان عايز عايزه كان عايز يساله عن التشيع مثلا، حتى لو كان عايز يساله عن التشيع لماذا يستدعي، لا لماذا يستدعي هذا الجهاز يا سيد الفاضل، وانت تعرف تماما. طب هو عيب ان انت تدي له معلومات لو هي موجوده؟ عيب اللي انا عيب ده من مصلحه البلد يا دكتور، من مصلحه عيب اللي انا اتعامل مع قطاع وجهاز كان يقوم بقمع المواطنين ولم يتغير اي ممارسه من ممارساته على طوال تاريخه من سنه 1913 حتى هذه اللحظه لم يتغير على الاطلاق. عيب جدا، اعتبرها انها خيانه للوطن وخيانه للدين ان اقوم بمساعده هذا القطاع في اي شغل من شغله، لا سيما ان هو يقوم بالتجسس. اللواء حمد عبد الله بيقول بنفس، نحن جهاز استخبارات داخليه نسعى لجمع المعلومات. لما سالوا الصحفي كيف تجمع المعلومات من مين لما كيف انت مش عايز تديني المعلومات، المعلومات رفض تماما ان يذكر اي طريقه لجمع المعلومات، وقال لك انها حاجه خاصه بينا. لما بيتكلموا على التيارات الدينيه قال هنفضل متابعين ولكن ليس بالصوره القديمه ولكن بشكل مختلف. اتسال تاني على التيارات الدينيه قال بالنص بالحرف الواحد لن نهمل الملف الديني بالشكل الكلي وان طيب. كانت اعيننا على هذه الجماعات دكتور. على هذه الجماعات لكن هنا سؤال كان على الجماعات الدينيه بشكل كلي، هنا انحرفت الامور على اساسها. ارجع لحضرتك كيف تنظيم القاعده وايمن الظواهري، هل هو متطرف ولا لا؟ نفس السؤال اللي بيسأله في كل حلقات. طيب ما انت لغايه دلوقتي ولا حد رد عليا فيه وفي كذا. طب رد عليا، بص يا سيد، انت بتعتبره ارهابي ام لا؟ حينما تخرج على وسائل الاعلام وتحاول ان توهم الراي العام، لا قول لي رايك انت، وتحاول ان توهم الراي العام، قول رايك قدام الناس، ماشي انا هقول لك اهو. وتحاول هل هو ارهابي؟ تحاول ان توهم الراي العام. تنظيم القاعده ارهابي يا دكتور؟ الرابط المعين بين الشيخ حازم او بين التيارات الاسلاميه اللي موجوده في مصر وبين الدكتور ايمن الظواهري وبين كذا. تنظيم الشيخ حازم رايك كيف ايمن الظواهري؟ انا انت احنا دلوقتي على حلقه عن القاعده، أيوه. رأيك كيف تنظيم القاعدة وأيمن الظواهر؟ هل هو إرهابي وارتكب أعمال قتل في بلاد المسلمين وهيحاسب عليها؟ أنت إيه رأيك؟ لا رد عليا بقى، ما تسألنيش السؤال بسؤال، لا أسألك من حق اللي أنا أسألك. هي دي نقطة أنا مش في امتحان، أنا مش في امتحان، مش دكتور. لماذا تتهرب من الإجابة؟ لا أنا مش بتهرب، ما يقدرش لأن هم بيعترفوا بعقيدة تنظيم القاعدة. بص يا أستاذ طوني، سألك سؤال، هل هو إرهابي ولا لا؟ أجاوب بنقطتين في منتهى البساطة، أجاوب بنقطتين في منتهى البساطة. النقطة الأولانية لسنا في موضع امتحان حتى نسأل فنجيب. لا دي هتبين للمشاهد، ولكن الرأي العام ككل تنظيم القاعدة ولا لا؟ ككل التنظيمات، ككل التنظيمات الموجودة في العالم، تأيدوا تنظيم القاعدة، ككل التنظيمات الموجودة في العالم تنظيم القاعدة له إيجابيات وله سلبيات. لا أحد، دي نظرتي أنا حر فيها، له إيجابيات وله سلبيات، ولا يستطيع أحد الأبرياء والمسلمين في بلاد المسلمين وإعلن مسؤوليته عنها في العراق وفي مصر. لما هو إيجابي يا دكتور، لما يجاهد في سبيل الله في أماكن لم يجاهد فيها أحد إلا هو أو بالمعاونة مع بعض يعني الناس أنت الآخرين. أنت ترى أيمن الظواهري اليوم هو بطل،
أيمن الظاهري بقول لحضرتك بمنتهى البساطة له إيجابياته وله سلبياته، لا نستطيع أن نحكم عليه أنه قاتل للأبرياء أو كذا، ولا نستطيع أن نحكم عليه أنه شيخ الإسلام نجمع أو أنه شيخ كبير أو غير ذلك. تنظيم القاعدة بيرفضوا يرفضوا تماما ان هم يمدونا معلومات عنه. انا يا سيد الفاضل حتى لو انا لم اسال قبل ذلك في اي جهاز من اجهزه الامن عن تنظيم قاعدة او غيره، انا ارفض رفضا قاطعا ان اعمل مخبرا لاي جهاز، بل انا اعترضت في دخولي في احد الكليات ودراسه الدراسات العليا ان بعض اساتذه هذه الكليات كانوا يعملون تحت احذيه امن الدوله، وتركت الامتحان في هذه الكليه ودست على ورقه الاجابه بقدمي لأنني وجدت أن عميد سابق لهذه الكلية كان يعمل مخبراً لهذا الجهاز. يا دكتور بقول لك ساعدني في تنظيم القاعدة مش في الجامعة. أنا مش هساعدك في حاجة. أنا رافض إنك الجامعة دي إنك تدخل فيها تماماً ولا تدخل في السياسة. لا أنت تدخلت وما زلتم تتدخلون حتى في تنظيم القاعدة. الآن بتقول لي لا ليه؟ وما زلتم تتدخلون. ولما تلاقيني أنا بحاول أشتغل في الجهاز عايز يشغلني مخبر عنه، عايز يشغلني مخبر عنده. يا سيدي دي مش مخبر، أنت مديني بالمعلومات. ياخد تعليمات عن التشيع. ياخد معلومات عن التشيع. أنت ضابط شرطة. التشيع ورفض القاعدة. أنت ضابط شرطة. أنا ضابط شرطة بحمي المجتمع من تنظيم القاعدة ومن التشيع. ما تشغلنيش مخبر عندك. أنا مش هشتغل مخبر عندك. مش عايزك. تاني حاجة. ساعدني. جهاز أمن الدولة. ساعدني لوجه الله. جهاز أمن الدولة أنا أساعد لوجه. ساعدني لوجه الله ووفر لي المعلومة عن تنظيم القاعدة وعن التشيع. أساعد لوجه الله. من يعمل لوجه الله ومن لا ومش اللي بيعمل علشان يسيطر على بلد معينة. وأنا لما أواجه تنظيم القاعدة ولا أواجه التشيع يبقى أنا كده بعمل ضد مين؟ انت بتوجه التطرف انت ضد الارهاب. انت بعمل لصالح المواطن كجهاز امن وطني. انا مش هتكلم على الشرطه كلها برضه عشان ما نعملش في حاجه مهمه مرقت واحنا ما انتبهنا لها. يعني نحن لما تكلمنا عن جهاز امن الوطني او اللي اعتبرناه ان هو وجه لامن الدوله كما انتم حضرتكم بتقولوا، الكلام كان عن اتصالات تهديد واتصالات يعني عاليه. لا ده مش كده وبس، استدعاء واقتحامات وقبض على اشخاص. لا لا اللي فهمناه من حضرتك اليوم ان تلك الاتصالات كانت فقط لاحجز المعلومات. لا لا مين اللي قال كده؟ هم رافضين ده. لا انا بقول لحضرتك في شاهد انا بقول له حتى حسام البخاري حتى لو لا. حتى لو كان بيتصل بيه علشان كده فقط، ولكن لا. هو اتصل بيه ودعاه للزياره. تاني حاجه، في احد اخواننا في الجيزه ده كان معتقل سابق لمدة 15 سنة، اتصل بأحد الضباط وهذا الشخص ليس لديه معلومات ولا عن التشيع ولا عن غيره. اسمه يا دكتور؟ قال له بلفظ ليس شرطا أن أقول اسمه، ولكن عشان نفحص إحنا كوزارة الداخلية صحة الكلام اللي أنت بتدعيه ده، عشان أقدر أوصل للمواطن أنت بتقول صح ولا غلط. لا أنا بقول صح، لأن حضرتك بتتكلم بدون دليل، فأنا بقى هفحص طيب. الكلام ده في وزارة بدليل. الداخلية أنا بقول بدليل وهقول إن كان الكلام ده مرسل ولا كلام غير مرسل. هذا الشخص كان معتقل سابق لمدة 15 سنة، اتصل بنفس الضابط اسمه سعيد، اتصل بنفس الضابط اللي كان مسؤول عنه قبل الثورة وقال له سعيد يا دكتور. قال له بنفس اللفظ أنا في نفس مكاني وفي نفس مكتبي وعايزك تيجي تزورني تاني. طب اتاكد ان ده ضابط امن الدوله ولا لا؟ لما الوطني اللي طلبه هو بنفس اسمه. هو طب اتاكد. نعم اعتقد الرساله واضحه. لا اعتقد الرساله واضحه. لا الرساله واضحه يا استاذ توني، الرساله واضحه. انا في نفس مكاني في نفس مكتبي، يعني لم اتغير. اللواء حامد عبد الله لانه رافض ان هو يديله معلومات عن تنظيم القاعده. لا 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 مش رافض. اللواء حامد عبد الله لما يكون في جهاز دلوقتي عايزين نطهره يبقى يتشال منه 40% من قوته ويبقى 60% يكون فيه 1450 ضابط. ايه النسبه دي؟ مش ويتبقى في دكتور انا كنت شغال. ده اللي هو حمد عبد الله اللي قالها بنفسه. لا جورجيا يا سيد الفاضل، جورجيا لما حبوا يطهروا الجهاز الداخليه في يوم واحد فقط احالوا للتقاعد 18000 ضابط مسؤولين عن الفساد في قطاع معين من قطاعات الشرطه، ثم توجههم الى قطاعات اخرى من الشرطه بعد ذلك. الشاهد من هذا الكلام، لو كنت صادقا في تطهير هذا الجهاز بالفعل كنت ستحيل جميع الضباط، كل الضباط الذين كانوا موجودين. يا دكتور ده اسمه تدمير. انت عايزنا ندمر الجهاز الشرطه كله عشان تستريح؟ لا انا بتكلم على امن الدوله. يعني امن الدوله عشان تعمل امن الدوله ما يحلو لك. بتكلم على امن الدوله. يعني عايزنا ندمر الجهاز الامن الوطني كله. ضمن جهاز لما يكون جهاز الامن الوطني حتى تفعل ما يحلو لك ويفعل تنظيم القاعده ما يحلو له حتى يفعل الشيع ما يحلو له. دي بقى السياسه بتاعه الامن. ده مش هيحصل. دي السياسه بتاعه الامن. هنفضل نواجه التطرف ده يا دكتور لاخر لحظه في عمرنا. السياسه بتاعه الامن اللي بتحاولوا بيها. معلش انا اسف اللفظ بين قوسين ان انا ادمدك بمعلومات عن التطرف وعن التدليس على المواطنين. انت رافض ان تساعدني التدليس على المواطن بمعنى ايه؟ ان احنا جزم كافح التطرف. لا الجهاز مش هساعدك في التطرف. كان يلاحق المواطنين. بص يا سيد الفاضل، كان انت رافض تمديني بمعلومات على التشيع ومعلومات على التطرف ومعلومات عن تنظيم القاعده. هل في جهاز؟ هل في انا عاوز اسال سؤال ثاني. هل في جهاز؟ معلش المعلومات التي لديكم عن التشيع وعن التطرف وعن القاعده
بتدوها لمين؟ لأي جهاز في الدولة؟ مين المعلومات اللي عند القاعدة؟ أو إعلان التشيع؟ معلوماتنا، أي معلومات لديك؟ معلوماتنا اللي عند، أنتوا أي معلومات لديك شخصياً أو لدى شخص آخر عاوز يعطيها للدولة لأنها تفيد الدولة وتنقذ الدولة وتنقذ المواطن، مع أي جهاز بتتعامل؟ والله يا سيد الفضل إحنا بنتعامل دلوقتي مع الإعلام، بنتعامل مع الدولة بشكل كامل جدا، مفيش أي جهاز أمني، أي جهاز أمني أنا مش هروح للجهاز الأمني واشتغله مخبر يا أستاذ، أي جهاز أمني بتتواصلوا معه لسلامتكم وسلامة البلد. بص أنا دلوقتي لما يكون في عندي تشيع أو محاولات لاختراق الوطن من قبل بعض الشيعة، لمين لمين أنا المعلومات؟ لا أنا دوري أعمل حملات توعية للمواطنين، مش دوري إلا أنا أخاطب أجهزة الدولة. قصدي من هو الجهاز الأمني أو جهاز خلينا نقول الأمني في مصر اللي أنتوا بالنسبة لألكم مقبول، بالنسبة لألكم أنه ممكن تحطوا ثقتكم فيه؟ لا حتى الآن، حتى الآن أنا بقولها لك وقت على مسؤوليتي الشخصية، أنا حتى الآن لا أثق في جهاز الشرطة ثقة كاملة. مش جهاز الشرطة، أي جهاز في البلد. لا أثق في جهاز. تروح للمخابرات تديهم معلومات يا دكتور؟ في جهاز المخابرات ثقة كاملة. كمان أثق فيها؟ جهاز المخابرات حينما يظهر لي من قتلوا جنودنا في رفح أثق فيه، حينما يظهر لي كيف يخترق اليهود حدودنا. ما يقال أنكم أنتم كيف يخترق اليهود حدودنا؟ من قتل ولا تعطوا ولا تدوا بالمعلومات. إزاي؟ إحنا اللي خطفوا الضباط بتاعتنا يا دكتور. إحنا جهاز المخابرات. عارفين مين اللي خطفوا الضباط اللي كانوا في سيناء، اللي كانوا بيلبسوا لبس مدني ما يعرفهمش المسؤولين عنهم او ما يعرفهمش اللي بيتعاملوا معاهم؟ ليه يا دكتور مش موجودين عند الجهادين دلوقتي في جبل الحلال يا دكتور وانتوا عندكم معلومات عن الكلام ده؟ شويه تقولوا موجودين في غزه، شويه تقولوا موجودين في جبل الحلال. طب هم موجودين فين؟ انا ما اعرفش، هم اللي يسالوا. معقول انت ما تعرفش؟ جهاز جمع المعلومات هم اللي يسالوا، انا مش صاحب جهاز المخابرات. هل ممكن تدي النائب العام؟ انت بتتكلم عليا. هل ممكن تروح للنائب العام تديه معلومه اذا كانت عندك ولا كمان ما فيش ثقه؟ حاسس ان انتوا الاثنين بتتكلموا وكان انا مسؤول جهاز المخابرات في مصر او كان انا المسؤول عن جمع المعلومات الشعبيه من المواطنين. انت بتدي معلومه واحده، انت مسؤول. انا اشتغل مخبر. لا مش مخبر، انا ما بديش معلومه. انت من مصلحتك ومصلحه البلد انك تساعدني. واجبي كانسان مواطن مصري داعيه طبيب كل هذه الامور ان اقوم بحملات توعيه، ان اقوم بواجب سياسي، ان اقوم بواجب شرعي، من قتل ان اقوم بكلمه يسال عن ذلك جهاز المخابرات. حضرتك تعرف كمواطن مصري هاي. انا كتحليل للاحداث انا اجزم كتحليل للاحداث ان الموساد وراء هذا الحادث بمسؤوليه كامله، واعتقد ان ربما يكون المنفذين هم الجناح الدحلاني اللي تابع لحركه فتح بشكل كبير واساسي، لان الكثير منهم موجودين في قطاع غزه، الكثير منهم موجودين في سيناء، الكثير منهم كان يتحرك باريحيه شديده جدا وكانوا على اتصال مع بعض الاجهزه الامنيه الموجوده في مصر بتنسيق او بغير تنسيق. اعتقد ليش فتحاوي مش حماساوي؟ احد لو طلبنا منك عليه مش حماساوي، احد اللي قبض عليه في التحقيقات بقيت المعلومات دي تساعدنا، احد اللي قبض عليه في معلومات لو طلبنا منك بقيت المعلومات دي توفينا برضو بيها، برضه بيكلمني ان انا عندي معلومات. لا ما انت بتقول كلام اهو دلوقتي خطير جدا، بكلمك على تحليلات. اديني بقى تفاصيل المعلومات لحضرتك بتقول لي دي عشان اعرف اكمل. شكلك يا ست رائد ولا بتقرا جرايد ولا بتطلع على تحقيقات من المنشوره ولا اي حاجه؟ هو الكلام انا جايب كلامي كله، انا جايب كلامي كله من المنشور، بجيب كل كلامي ده الاعلام اللي انت بتطعم فيه وبتقول ان هو غير حيادي. انا ما قلتش وبتصدقه دلوقتي، انت اللي عمال تطعم من ساعتها. انا بقول دلوقتي على حاجات معينه في الاعلام، دي معلومات موجوده عندك يا دكتور، ارجو انك كنت تفرجنا عشان نعرف نشوف. انا انسان موضوعي، بتكلم للإيجابي وللسلبي في أي جهاز موجود في أي قطاع موجود. أنت بقى بتحاول تقول إن عندك معلومات مش عندك معلومات. طيب أولاً أنتوا كجماعة أو لست جهة جمع معلومات، مش جهة جمع. لو توفرت معلومة الدهاني الكلام منشور، أنت ما بتقراش بقى، دي حريتك. لا لا لا، لو معلومة شخصية عندك أنت رافض الدهاني، رافض التيار السلفي، ما عندكمش جهاز جمع معلومات داخلي بالنسبة لكم لحمايتكم الشخصية؟ لا طبعاً ما عندناش. احنا عندنا يعني هيكون عندنا جهاز ازاي لجمع المعلومات مثلا؟ هل احنا دلوقتي دولة داخل الدولة؟ هل احنا كيان داخل الكيان؟ عندك شك انكم دولة داخل الدولة؟ لا طبعاً. انا اكلمك على الجبهة السلفية واكلمك على الطيارات السلفية بشكل عام. الجبهة السلفية طبعاً يقيناً ليس عندنا، الطيارات السلفية بشكل عام يقيناً برضو ليس عندنا. كل ما هنالك زيك زي اي انسان مواطن، لك قرايب هنا، لك اشخاص هنا، لك اصدقاء هنا. انت لو عرفت معلومة بتقرأها هنا او بتحللها من هناك، او بتعرف معلومة من صاحبك في 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 الدقهلية، في الغربية، في اسيوط،
بتقرأ من هنا ومن هناك وغير ذلك. أما نقطة بقى أن بيحاول سيادة الرائد أنه يبين أن أنا عندي معلومات وأخفيها أو أنا جاءت جمع معلومات أو في اتصال بتنظيم القاعدة أو كل كلام إسقاطات. لو عندي معلومة مش هديها لك. إسقاطات شرطية تنم عن عقيدة شرطية لم يتخلوا عنها عن الإطلاق. يا دكتور سيبك من الفزاعة دي. لم يتخلوا عنها عن الإطلاق. أنا أحط إيدك في إيدي عشان نقدر نبني دولة. ما تقعدش كل شويه تقول لي فزعه امن الدوله الشرطه اللي مش حط ايدك انت رافض تحط ايدك في ايدي تقول انا لو عندي معلومه مش هديها لك. اعمل ده كلام قطاعات. الشعب المصري كله مش هيقبل بيه. اعمل قطاعات امنيه ناجحه ليست فاشله. قطاعاتكم الامنيه فاشله بامتياز. ولا امن دوله ولا امن وطن. انا حاسس ان انا بكلم خبير امني بقاله 40 سنه النهارده في البوليس بيكلمني عن القطاعات الامنيه ولا كانه اشتغل في البوليس مثلا. ما تشوف فين القضايا حضرتك. فين القضايا اللي فين القضايا انا ما فهمش حاجه في الطب. حضرتك تفهم ايه في الامن؟ ما شفناش الا قضيه واحده بس عملها هيكل تنظيمي لاي جهاز. خليه مدينه نصر بيقعد يتكلم عن الامن واعملي والهيكله وهو ما اشتغلش في الامن. فين فين جنودنا في رفح؟ نعم ساعجتكم القبض على خليل. انا ما سمعتش لحد حالا عن حاجه عملها الامن الوطني الا خليه مدينه نصر. يقول لي لما يطلع يقول لي اللواء حمد عبد الله ان احنا مش هنسيب. طب رايك كيف عادل شحيته بتاع الخليه الجماعات ديت مش هنسيب الجماعات ديت. نعم. ارهابي او متطرف ام لا؟ مين عادل شحاته؟ عادل شحاته اللي اتظبط في خليه مدينه نصر. انت عندك معلومات ولا عنه متطرف ولا لا؟ عندك معلومات عنه؟ انا بسالك. أيوة. انا بسال حضرتك ايه رايك فيه؟ ماشي انت ايه رايك فيه؟ انا عندي تفاصيل عنه. الراجل كان بيحاول يعمل اعمال تفجيريه وكان في السجون وخرج من السجون. ماشي. مين خرجه من السجن يا دكتور؟ انا كل معلومات انا بسال سؤال. انا كل معلومات عن عادل شحاته انه راجل بقاله 21 سنه معتقل في امن الدوله بقى بلا بطل دلوقتي. بلا تهمه بقى بطل. بلا جريره لم يصدر عليه اي حكم اطلاقا بمجرد في مدينه نصر من يوم وليله. بمجرد ما خرج بطل. بعد تقريبا 6 أو 7 شهور قالوا ان هو متورط في خليه مدينه نصر لحد حاله. يعني عم يدافع عنه. بص انا بحكي لك على وقائع لحد حالا يعني التهمه ملفقه. لحد حالا لم تثبت التهمه لان الموضوع في سياق التحقيقات. من نيابه حبسه ليه؟ نيابه امن الدوله. هل هناك حكم قضائي اثبت ان هو متورط في هذا الامر؟ نيابه حبسه ليه بدون ادله؟ هل هناك حكم قضائي يعني بمجرد ما المتهم بيتقبض عليه كده ثبت التهمه؟ مش في ادله النيابه فحصتها يا دكتور وحبسته بناء عليها؟ القضاء حكم ولا لسه؟ قضاء ايه؟ امال النيابه دي بتعتبرها ايه؟ ما النيابه جهه ادعاء بتقدم ادعاء اما يثبت اما يطلع براءه. والنيابه ما عندهاش ادله عشان تحبسه الحبس الاحتياطي. والله احنا لسه في كلها. سياق التحقيق لما يظهر التحقيق والمحكمه تقول رايها نقول ده ارهابي ولا مش ارهابي. دعونا نتوقف مع فاصل. بعد الفاصل نتابع اجرى الكلام. ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد. نتابع اجراء الكلام. انا على فكره ما اتكلمتش في 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 ثلاث ارباع الاعتراضات اللي اتفضل احنا مشككين بكل الناس اللي لا انا عايز اتكلم كلام بس يعني سريع. نقطه اللي احنا يعني سياده الرئيس بيقول لنا نسمح بمحاصره قسم شرطه او كلام زي كده رائع. احنا لسنا مع محاصره او التواجد أمام أي شيء من أجهزة الدولة لإرهابه، ولكن أعتقد أن لابد أن يكون التعامل بالمثل، ليس لمجرد إظهار عنترية بمجرد ما الطيارات الإسلامية تبقى موجودة في مكان من الأماكن ثم لما يكون مثلا حركة 6 أبريل موجودة قدام وزارة الداخلية نفسها ما نسمعش العنترية ديت ولا حاجة. مش بقول تحرض على حركة 6 أبريل لا احنا ولا غيره 6 أبريل. بس ماشي ماشي احنا ما بنتكلمش عليكم بس كطيارات إسلامية و6 أبريل وغيرها وألترس أهلاوي اللي حرق النادي بتاعنا. طيب. كل ده تقدمنا بأغراض ضده. نعتبر العمليات اللي هم بيقوموا بيها عمليات ارهابيه ايضا ضدنا. حلو حلو انا عايز انتوا بس كنت عايز اسمع منك الكلام ده. لا من غير ما تسمعوا ده كلام. طيب. احنا قدمنا بيه بلاغات تفكيك بعض الادارات في, في في الاجهزه الشرطيه المعينه بالاخص قطاع الامن الوطني مش بدعه. اتعمل في اكتر من دوله. اتعمل في التشيك، اتعمل في جورجيا، اتعمل في اكتر من دوله بالفعل كان عندها اراده بس مش تدمير يا دكتور. انا بقول اعاده هيكله او تجميد او ما شابه لحد لا. اعاده الهيكله مره اخرى لا. لو سمحت يا ستر ده اكمل لحين اعاده الهيكله مره حتى يفعل كل ما يحلو له. مش لا لحتى يتم يفعل كل ما يحلو له الفعلي حتى نحس ان هناك جهاز امني يعمل لمصلحة المواطن والدولة وليس للرقابة على المواطن. مصلحة المواطن انه ما يكون في ولا الحاكم اي ملجأ امني لقاله. لا انا بقول لحضرتك لابد ان تكون الاجهزة الامنية ناجحة
تقوم بدورها بالفعل ليست سيفا مسلطا على رقاب المواطنين ولكن هي تحمي المواطنين. انا قبل كده كنت بحمي الحاكم دلوقتي بحمي الحاكم يا دكتور. هسالك عن يعني انا بقولش انا بحمي الحاكم انا بقولش على حمايه الحاكم دلوقتي بدي نكمل بس انا بقولش على حمايه الحاكم الاعتراضات لان في سؤال طيب. ما بدي اسالك ايه على فكره مساله بقى التقدم ببلاغات او ان احنا نقابل الرئاسه او ان احنا نقابل الامن الوطني. الامن الوطني قبل الوقفه الاحتجاجيه طلب ان هو يقابل بعض الشخصيات. الرئاسة طلبت. كل هذا قوبل برفض. لماذا؟ لأننا نعلم تماما أنه لن تكون هناك خطوة دولة إلا إذا كنا إيجابيين وضغطنا في الاتجاه والمسار الصحيح. في شيء اعتراضات بعد محاولة تشويه الطائرات الإسلامية الثورية وغير الثورية برأيك زي الشيخ حازم وغيره بالاتصالات بكيانات معينة أو اتجاهات معينة يقال إنها إرهابية أو غيره الأخير. مرفوضة رفضا قاطعا. السؤال الأخير حضرتك أنت مع التطهير ومع التغيير ومع التفكيك ومع كل هذا. في حلقة صدفت فيها شيخ أبو إسلام معي كان عنده حل بهذا الموضوع. الأزهر يروح للسلفيين وزع وقت الجيش الجهاديين والأخوان يمسكوا الشرطة. أنت مع هذا الحل؟ مين اللي يسمح له بكده؟ مين اللي يسمح له بكده؟ هو قال هذا الاقتراح. إحنا كشباب ضباط موجود جوه وزارة الداخلية نسمح لأبو إسلام أنه يعمل كده في جهاز الداخلية؟ هو كان رأيه أنه حتى البلد يمشي حاله و بص حيمشي البلد. انت مع هذا الفكر ولا لا؟ لا 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 انا مش مع هذا الفكر. الفكر المظبوط ان تكون هناك دوله لها كيان قوي لها اجهزه امنيه قويه تعمل لمصلحه المواطنين لا تعمل لتامين رئاسه ولا غير رئاسه كل همها تامين المواطنين من جهه. الجيش جيش وطني. الجيش ليس منتميا لاي طرف من الاطراف على الاطلاق. هو جيش وطني بامتياز وظيفته يحمي حدود الوطن من المعتدين. انت ضد انه يسمحوا للعسكريين في الجيش انه يكونوا ملتحين؟ ضد كده؟ انت ضد كده؟ لا طبعا. مين اللي قال انه ضد؟ لانه لما تقول انه ممنوع يكون الجيش منتمي الى اي طرف من الاطراف لا هي مجرد اللحيه بيعتبر ان هو منتمي طبعا. لا هو دلوقتي الجيش يعني اليوم انا لما اشوفك على بالشارع على بعد 1000 كيلومتر الجيش في بعرف انك الجيش انت تنتمي الى اي فصيله او الى فريق. الجيش في الامارات، الجيش في السعوديه، نعم. الجيش في اليمن، الجيش في باكستان، الجيش في مش عارف في دول اجنبيه اوروبيه وفي امريكا بعض ضباط الشرطه ملتحين ولا احد هل ده بقى سلفي؟ هل ده اسلامي؟ ولا دلوقتي ده ضابط شرطه؟ انا بحكي عن ضابط الجيش. هذا ضابط جيش. انا اتكلم عن ضابط الجيش. هذا ضابط جيش او ضابط في شرطه في بدوله من بالعالم ضابط نعم. جيش ملتحي كثير من دول العالم وين؟ في دول عربيه ودول اجنبيه. سمي لي جيش بدول عربيه وين؟ نعم هناك في الامارات هناك في السعوديه. لا فيها بالجيش. فيها ما فيه. فيها والله في الجيش ما فيها في السعوديه في فيها في السعوديه فيها ملتحين في الجيش في السعودية فيها ملتحين في الجيش مفي. باكستان فيها ملتحين في الجيش. باكستان ممكن نعم باكستان ممكن وأفغانستان ممكن. هناك في عدة دول في العالم فيها ضباط نعم. جيش ملتحين حتى على فكرة من خارج المسلمين حتى من السيخ في الهند بلحية. اللحية ليست علامة على أن هذا الرجل ينتمي لفكر معين. هي حرية شخصية. لماذا تطلق الحرية الشخصية على غير الإسلاميين؟ في حكم قضائي لازم يحترم. وهو في حكم قضائي للضباط الملتحين لازم يحترم. النهاردة القضاء حكم لهم بالعودة بغض النظر بقى عن اللي حضرتك بتقوله من أخوانة الشرطة أو أخوانة الجيش لكن القضاء حكم. وأدام القضاء حكم يبقى لازم نحترم إرادة القضاء ونحترم العدالة. إنما نواجه عمليات الأخوانة دي إحنا قادرين أن إحنا نواجهها. إحنا موجودين كشباب الضباط جوه وزارة الداخلية هنمنع في عمليات أخوانة؟ مفيش عمليات أخوانة. مين اللي يسمح لهم بكده؟ مين اللي يسمح لهم؟ بعدين اللي اكتشفناه انه انتم ما بتقدروا تعملوا حاجه الا ما هم يسمحوا لكم فيها. ده مين اللي قال الكلام ده؟ انا بقول لك اهو انا بتهم قطاع الامن الوطني انه يحاول اسقاط الرئاسه كلمة. واسقاط الدوله اصلا. عندك كمان. معلومات؟ ايوه. عندك ادله؟ البلطجه اللي موجوده في الشارع ديت باداره الرئيس تركولي. الرئيس لا يستطيع ان يسيطر على هذا الجهاز ولا يستطيع ان يسيطر سيطره كامله على الداخليه. ده رئيس المجلس الاعلى للشرطه. ما هو رئيس المجلس الاعلى. رئيس المجلس الاعلى للشرطه تقول عليه في على حسابك الخاص على فيسبوك ان هو خروف؟ لا ده ما حصلش. ده رئيسك. لا بص لا انت قلت قبل كده الرسول عليه الصلاه والسلام على حسابك الشخصي على فيسبوك. قول عليه الصلاه والسلام. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ان الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله. طيب صديق. يبقى دور عليها. وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذاب. الشرطة حسابي موجودة هو على طيب. الفيسبوك وصفحتي موجودة. لو الشرطة موجود الكلام ده
ها ضباط الشرطه اللي خرجوا الكلام ده انا اتحاسب وشتم من الرئيس. لكن يا دكتور يوم موقعت الاتحاديه بتقول ده كذب. لا 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 انا رد عليك على كلام كذب وربنا هيحاسب اللي بيكذب يا دكتور. خد طيب بالك شوف بقى مين اللي بيكذب موجود بقى. شوف مين اللي والاشتراك بيكذب. موجود والشعب بيتفرج علينا. شوف يدخل مين اللي على حساب الرائد فهمي بهجت او صفحتي على الفيسبوك يدور عليه يشوف الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. وشوف الضباط هيعرف مين فينا بيكذب. شهاده العميد المسؤول عن تامين بيت الرئيس محمد مرسي وهناك ضباط كان شهاده موجوده في الوسائل الاعلام وفي ده ده المحكمه ده شيء مضطرد في الشرطه بيسب رئيسهم اللي هو الرئيس الاعلى مين اللي قال الشرطه. احنا سبينا رئيس. انا بقول لك انا في بدايه الكلام قلت هناك عميد يقدر يتقدم بالبلد حتى لنا عميد ندخل في فوضى. عميد شرطه سقوطه هيدخل بلد في فوضى. يبقى ازاي بسيبه امان بيت الرئيس تقدم ببلغ بل تم ما تقدمش دي النيابه اللي بعتت سالته في تم الواقع. احالته للتقاعد بناء على انه شاهد بان هناك اشخاص من الشرطه سبوا رئيس الجمهوريه وتعدوا رئيس الجمهوريه وقالوا كلها نص ساعه وهتنزل تتحط في السجن يا ابن كذا يا ابن كذا. لا 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 يا استاذ رفض احنا جهاز منضبط يا دكتور. لا حينما رفض احمد جمال احنا جهاز الداخليه الكلام ده يؤكد وهو مجرد لا 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 ده ادعاءات كاذبه وباطله على جهاز الشرطه. ظهر ما عندكش دليل على الكلام. لماذا لم يتم القطع؟ ما عندكش دليل. لو في دليل كان الرئيس اتخذ في أكثر من لقاء تلفزيوني على قنوات الرئيس مختلفة رئيس المجلس وشاهد بشهادته علنية أمام الناس جميعا. ممكن حضرتك كمان عايز يعمل وقيعة بين الرئاسة وبين جهاز الشرطة. لا ده يا دكتور حرام الفتنة أشد من القتل يا دكتور. يا دكتور الوقيعة اللي حضرتك بتتكلم عنها دي إحنا أوعى عليها بكتير واخدين بالنا منها كويس. وأعتقد إن مؤسسة الرئاسة أوعى عليها بكتير. لما بتكلم عن حقيقة وعارفين إن إحنا جهاز شرطة جهاز منضبط وبنحترم رئاستنا وقيادتنا وبنعتبر ان الرئيس رئيس المجلس الاعلى للشرطه. يا ريت لكن الكلام اللي حضرتك بتقوله ده هدف منه الواقعه. لا يا فندم يحدث هذا. انت بتدخل في النيات انت بتدخل في النيات وانت بتدعي كلام ما عندكش بيه دليل. لا عندي ادله قاطعه يعني لما نكذب ونقول صفحتي عليها الكلام ده ده يبقى كلام كذب. شهود عيان موجودين بالصوت والصوره في لقاءات ممتده ما قدمتش بيها ليه لو هي موجوده عندك في بلاغ للنيابه العامه. هو بقى مسؤول وانت قدامك ما قدرتش. دعونا نصل الى نهايه. ما قدرتش ترد على كلامه. احنا بنحترم الرئيس احترام كامل باعتباره رئيس للسلطه التنفيذيه. يا ريت. انا بقول اذا مع الاتفاق على احترام التام والكامل للرئيس الدكتور محمد مرسي. شكرا لك دكتور هشام كمال المتحدث الاعلامي باسم الجبهه السلفيه في مصر المنسق العام لائتلاف دعم المسلمين الجدد. شكرا لحضره الرائد فهمي بهجت المتحدث الرسمي باسم النيابه. هي في نقطه لا انا مش المتحدث الرسمي. اجريت انتخابات من بضع ايام قليله واصبح النهارده في متحدث رسمي منتخب. أنا النهاردة بمثل نفسي كضابط شرطة. نعم. بتقدم ببلاغات بنفسي كضابط شرطة. لكن في كيان النهاردة أصبح منتخب وله متحدث رسمي. وأنا بجل له كل الاحترام وتمام التوفيق إن شاء الله. على فكرة أنا كان عندي أدلة كتير جدا وبيانات لاستدعاءات وممارسات فظيعة الأمن الوطني في السنة ونص اللي فاتت. سألتك ولكن أنت مش مديني فرصة. مش مديني فرصة. إزاي مش مديني فرصة. هو عامة بس على كل أنت كاتبهم هنا؟ نعم. كاتبهم هنا؟ أنا كاتب حاجات. أنا كاتب حاجات. بص يا زياد الفاضل ليس هناك تحقيقات للأسف جدية. كمان النائب العام يا دكتور بتطعن فيها. أكمل كلامي بس ليس في الدولة ما شككناش فيه. أكمل كلامي. أنت بتخلينيش أكمل كلامي لأن للأسف أنت مش عايزني أكمل كلامي. اتفضل. ليس هناك بمعنى تحقيق جدية. لما بتقبض النيابة لما بتأمر النيابة العامة بضبط وإحضار بعض الناس لا تمتنع الداخلية في بعض الأحيان. وهناك على فكرة متهمين محكوم عليهم بالإعدام في قضية مذبحة بورسعيد بيتحركوا زي ما هم في بورسعيد حتى هذه اللحظة تحت سمع وبصر الشرطة. وهناك أيضا حينما تقدم الشرطة في بعض الأحيان وفي بعض الأماكن متهمين تفرج عنهم بعض النيابات. فأنا بقول ما يزال هناك العديد من التساؤلات على هذا الأداء من هذا وذاك. حينما نثق في هذا وفي ذاك ثقة كاملة نستطيع أن نقدم. أنت تثق في مين؟ والله بص حضرتك سميلي بس بنقدم بعض البلاغات. أنت تثق في مين؟ لا يثق في أحد. لا أنا أثق في سميلي جهة تثق فيها. أثق في بعض الجهات اللي موجودة. أثق في بعض القطاعات الشرطية التي لم تزال. سميلي بالاسم. ما أنا بقول لحضرتك سميلي جهاز جهاز بشكل كامل. أثق في مؤسسة الرئاسة ليس عشان إنها الرئيس مرسي هو اللي على رأسها. أثق في بعض قطاعات الشرطة التي تحاول القيام بواجبها بالفعل حتى هذه اللحظة. بعض القطاعات يعني البسيطة للأسف القطاع كل القطاعات البعيدة والله عن والله حضرتك ما تعرف حاجة عن القطاعات الأمنية طيب الموجودة كل حضرتك. القطاعات البعيدة عن الأجهزة الأمنية طيب. زي الأمن الوطني وبعيدا عن القطاع الجنائي اللي هو مسؤول عن البلطجية اللي مش عايز يجمعهم. لا هناك
انت عندك كمان العديد من الامور او النقابات تقدر تثق فيها، النقابات المستقله تقدر تثق فيها. مش هنقول ان احنا بنعول كله على الدوله، لان من يعول دائما على انا اللي قالكم انتم يد فيها يد يعني النقابات والاجهزه. لا يد، بص حضرتك انت دلوقتي بتتكلم على منظمات مجتمع مدني تستطيع ان تضغط بها على مؤسسات الدوله عشان تنفذ الأجندة الوطنية. أنا بدي أرجع أتشكرك مجدداً الدكتور هشام، بدي أتشكرك وأنا بشكر الدكتور برضو. وإحنا في الأول والآخر مصريين وإخوات، ويجب أن نكون إيدنا في إيد بعض. وشكراً لكم مشاهدينا على المتابعة، وتصبحون على خير، على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى.